التقدم المحرز من قبل لجنة السياسة النقدية لبنك دول إفريقيا المركزية وكيفية تطوير الاقتصاد وازدهاره والتحديات التي تعاني منها دول شبه الإقليم نتيجة لتدهور اقتصادها هي محاور المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس رئيس اللجنة عباس محمد تولي. شارك في المؤتمر عدد من الخبراء الفنيين بحضور الصحافة العامة والخاصة. تقرير رماد جبريل أنجيني. أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة السياسة النقدية لبنك دول إفريقيا المركزية عباس محمد تولي، والذي جرى بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة. وفي هذا الشأن أوضح عباس تولي أن لجنة السياسة النقدية استطاعت أن تصل إلى معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية في الإقليم، مضيفا أنه رغم التحديات الأمنية المتنوعة التي شهدتها المنطقة إلا أنه يوجد هناك تقدم ملحوظ، متطرقا إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة مع هذه الهالة، إلا أننا نتوقع أن العام 2018 يكون هناك تحسن للوضع الاقتصادي بشكل عام. في رده لأسئلة الصحفيين المتعلقة بالأمل الموحدة لدول الأعضاء في منظمة السماكة، قال عباس محمد تولي إن هذه المسألة تحتاج إلى المزيد من الوقت لحل مثل هذه التبعية المالية التي عانت منها بعض دول القارة لسنوات طويلة. تمخضت عن قمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية المنعقدة في العاصمة نجمينا ببعض الإنجازات بعد القرار الذي أجمع عليه قادة هذه الدول في حرية التنقل للأشخاص وممتلكاتهم. استطلع الزميل عباس بكر آراء بعض التجار وانطباعاتهم، فلنتابع. شكرنا الرؤساء أرسلوا قرار قوونا شغل الله مختاجين مرة واحدة فايدة رشاف معنا الرؤساء معنا الدولة أننا مختاجين مرة واي والله يشكوه والله يزيده. بالنسبة للقرارات بالأمس كان رؤساء لما صورها أننا يعني شكرنا كثير جدا، ودول السماك ما أول مرة أننا نتعامل معه لأن كأمن بيقى أمن واحد والتجارة بيقى أول كله نتاجر معهم، وأسأل تشوفها يعني كنت نبقى جايين ده أكثر حاجة جاي من دول السماك عن طريق دول السماك، كم جاي من آسيا جاي منه كلها يجب عن طريق دول السماك، وبقى يعني مثلا التجارة ذات احترام متبادل أكثر من أول، فعشان ده أنا يعني شكرنا رؤساء دول السماك وخاصة شكرنا السيد رئيس الجمهورية دريتي إتنو في تسهيل الحركة التجارية علينا التجار والترانسيترات والناس القاعدين فرحانين مرة واحد بهذا العملية، ويساعدنا للمستقبل لتوسع التجاري ونحركه بدون قيود، لأنه كان زمان عندنا مشاكل لأنه اللي سيب باسي بتأخر التاجر واحد بمشي مدة بتاب بتأخر نلقوا مشاكل، لكن الحمد لله هذا القرار ده بيقول لنا قرار سليم، فنتمنى من الحكومة ونتمنى من الشعب أن يسيروا لنا هذا القرار. تادي بيسماك لما حاجة ده شغل حديل مرة واحد بس هي ليبر سيكوراسيون بتاع البيسماك ده اعتبارها يعني ساعدنا في الأمن حدنا.